صباح الخير ليلى. يسعد صباحك سلمى، كيفك اليوم؟ تمام، يسعد صباحك. صباحك بكل خير يا رب. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون كله خير ورزق وصحه للجميع. مواضيع عديده رح تكون ضمن محطاتنا، رح نفصلها انا وليلى مع ضيوفنا الاختصاصيين. يسعد صباحك عن جديد يا ليلى. صباحك سلمى وصباح الخير لكل الاشخاص اللي عم يشاهدونا. ببدايه يوم جديد نتمنى لكم دائما السعاده ومقابله الاشخاص الايجابيين اللي بناخذ منهم طاقه ايجابيه وكلمه حلوه ممكن نكمل بقية نهارنا بفرح وسعادة. هي أهم شيء نبدأ فيها نهارنا سلمى. محطاتنا الصباحية عديدة ومتنوعة ورحلتنا رح نترافق فيها لكن بعد هذا الفاصل. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي، هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي، هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نطور النعورة ملي للجراتر، مكواي عالتنورة والباب نسيته وقته. بتجيني يا غندورة مثل طيور المي، بدنا عاهم معورة نقعد نحكي شوي. عبالي طول المشوار لكن ما بقدر. ليلى مثل العادة دايما بيكون عنا معلومات جديدة وغريبة بنتعرف عليها دائما وبتقريرنا هل تعلم؟ هل تعلم أن المشروبات الغازية تزيد من حجم خصر المرأة كما أنها تؤدي إلى زيادة وزنها؟ ولصحة القلب من الشحوم والكوليسترول يلجأ الكثيرين إلى الزيوت النباتية، لكن هل تعلم أن استخدام الزيوت النباتية في الطبخ هو أمر غير صحي نظراً لتفككها كيميائياً إلى مواد خطيرة قد تسبب أمراض القلب، السكري من النوع الثاني أو حتى السرطان؟ وهل تعلم بأن الثلج يساعد بشكل كبير على شد الجلد المترهل ويمنح البشرة نضارة وحيوية؟ وبحسب دراسات طبية، هل تعلم أن الإكثار من تناول المسكنات البنادول والبروفين قد يؤدي إلى خفض مستوى السمع تدريجياً وخصوصاً عند النساء؟ وهل تعلم بأن بلع العلكة وخاصة عند الأطفال قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء ولزوم التدخل الجراحي في بعض الحالات؟ يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وهلا رح نبدا باولى فقراتنا الصباحيه لليوم. خلال مسارنا المهني دائما بنحاول انه نجدد من مهاراتنا ونطورها وربما بالمراتب الوظيفيه، لكن ما بيخلى الامر احيانا من بعض الاخفاق والكثير من العقبات بتواجهنا بمسيرتنا المهنيه، لكن بتضع امكانيتنا وبتحد من امكانيتنا ويمكن بتاثر علينا نفسيا، بتخلينا نحس انه نحن وقفنا هون ما بقى فينا نكفي. عند اول ازمه بنحس حالنا ما بقى فينا نكفي. يا سلمى مزبوط اكيد يا ليلى، ودائما بيتساءل كل شخص ضمن مهنته او شغلته انه انا كيف ممكن اتخطي هالصعوبات وهالمشكلات. ما هو مفهوم اداره الازمات بالعموم؟ كيف ممكن نتعلم هذا المفهوم ونوصفه ضمن حياتنا المهنيه بمختلف طبعا الاختصاصات؟ هي الاسئله وغيرها طبعا رح يطلعنا عليها ضيفنا بفقرتنا لليوم، مدرب التنمية البشرية سليم الكسم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يعطيك العافية. يسعد صباحك. طبعا كثير أشخاص بحب بمسيرتهم المهنية دائما لازم يطوروا مهاراتهم يجددوها. أكيد في عقبات، ما في شخص إلا بيمر بعقبات، لابد لكن في أشخاص عند أول عقبة أو أزمة ما بيقدروا يتعاملوا معها. خلينا بالأول نعرف شو هو، كيف نحن بدنا نتعامل مع الأزمة. أول شغلة مفهومنا للأزمة وفكرتنا عن الأزمة، فكرتنا عن الأزمة للأسف مغلوطة جدا. الناس برأيها الأزمة هي مشكلة أو كارثة. الأزمة لا، ما لها كارثة. الأزمة ببساطة إذا أخذنا بمفهومها البسيط، الأزمة هي حالة بتكشف لي مشكلة كانت نائمة بس قائمة.
فالأزمة شغلة كتير منيحة. الأزمة هي خليني أقول المكان الضيق، أو المكان باللغة العربية الأزمة هي المكان الضيق. فلما بدي خياراتنا بكون أنا بأزمة. بالتالي شو اللي بيصير؟ يلي بيصير على الشكل الآتي، أنا ماشي ومفكر حياة بومبي ويا سلام ويا عيني، تمام؟ فجأة بيطلع لي مشكلة. طبعا إذا استعرضنا من المفهوم الطبي أزمة قلبية أو أزمة تنفسية، طب اللي صار معه أزمة قلبية، هو كان جهاز قلبه فيه مشكلة، طلعت هي المشكلة على شكل أزمة. بالتالي لما بيكون في عندي ضعف تخطيط بمساري المهني، أنا مالي عارف المشاكل اللي حتصير، فبتظهر هي المشكلة على شكل أزمة. الأزمة شغلة كتير منيحة، شغلة كتير طبيعية. قد ما كنت مخطط في شيء حيغيب عن بالي مهما كنت خارق. بالتالي لما بيطلعوا الأزمات فأنا بكتشف مشاكلي. فأول شغلة لما بتصير عندك أزمة افرح. ليش؟ لأنه أنت عرفت المشاكل اللي نايمة بس قائمة، فبتعرف تعالجها. هلأ مشكلتنا بالتعامل مع الأزمة وليس بالأزمة ذات نفسها. التعامل مع الأزمة طبعا إذا تجاهلتها وأجلتها وتغاضيت على الموضوع بتكبر، فبتصير مشكلة، فبتأدي لخسارة، بعدين بتأدي لكارثة، بعدين بتأدي لفوضى. تمام؟ طب شو لازم ساوي؟ لازم أول نقطة قد ما فيكن لحتى تتفادوا الأزمات طولوا فترة التخطيط. أي حدا بده يفتح مشروعه الشخصي أنا بسأله أنت وين تشتغل قبل؟ إذا ما اشتغل موظف وقف، لا تشتغل مشروعك الشخصي. ليش؟ روح اشتغل موظف عند أي حدا. أستاذ أنا عندي مشروع، وقف. في تفاصيل بالشغل أنت ما بتعرفها لح تطلع على شكل أزمات، لح تطلع على أزمة خسارات ضخمة. يمكن تكمل بعد سنة تتفاجأ أنه في عندك مالية، بالله يعني هذا شيء ألف باء بالسوق. والله أنا في عندي الموظف الفلاني ترك، انت مفكر ان الموظف حيندفن معك مثلا. انا والله تزوجت فصار عندي مشكله مع زوجتي، صار في ازمه بيني وبين زوجتي. ما حدا بيتزوج الا بيصير خنايق اجباري. اذا اخذنا الفكره السائده لا تاخذ صاحب الا من بعد خناقه، تمام؟ فكل ما هي العلاقات، طبعا اي حدا بتزوج بيعرف انه العلاقه بتقوى بعد المشكله. وكل ما كانت المشكله اكبر كل ما بتقوي العلاقه اكثر. نفس الشيء بالموضوع المهني، تمام؟ بالموضوع المهني بعد الأزمة، بعد ما أتجاوزها وأطلع منها، بيطلع مشروعي أفضل وأكبر وبيطلع مستوى أعلى بكتير. دائما أي شركة في لما بتمر بهي الأزمة، إذا أنا قدرت أتجاوز هي الأزمة بطريقة صح، أتعامل معها بطريقة صح. طبعا فكرة إدارة الأزمات، طبعا نحكي فن إدارة الأزمات، أول شيء الإدارة يعني ديرها، يعني شوف الوجه الآخر من المشكلة. أنت دائما لما نخسرت، إذا حتى أخذنا باللغات، أزمة بالصيني تتألف من مقطعين، ويجي ويجي يعني فرصة وتهديد. فبقلب الأزمة دائما بيكون في فرصة. هلأ المشاكل اللي عم تصير ببلدنا بتأدي بتفرز لمشاريع، لأنه المشاريع دائما بتغطي احتياجات. فشو ما صار أخي، الناس بكورونا ماتوا، اشتغلت الكمامات واشتغلنا بالمعقم، طلع أكثر من 50 مشروع جداد. أي أزمة بتصير بيطلع لك عشرات المشاريع والفرص. أنت فيك تشوف الجانب المشكلة بالموضوع أو فيك تشوف الجانب الفرصة بالموضوع. صحيح. فكتير مهم تركز على الفرصة، وكتير تشوف شو اللي فيني أنا طوره، شو اللي فيني حسنه، مو شو خسرت، مو شو صار. بالعكس انبسط، انت عرفت انه هذا الخسارة صارت، وعرفت انه هذا الموضوع عندك فيه مشكلة، أكيد. فلازم تعالجه. طيب استاذ سليم، نحن حضرتك ذكرت انه في كتير اشخاص ببلشوا مشروعنا الخاص، ولما ببلشوا مشروعنا الخاص بيشوفوا هاي الازمات والصعوبات اللي بيمروا فيها، ولكن بالعموم دائما في شيء اسمه خطوات اساسية انا لازم اعرفها 100% بملف ادارة الازمات. تماما. سواء كنت بشتغل سابقا او ما بشتغل سابقا، شو هي هي الخطوات اللي اليوم ممكن نعطيها لكل حدا عم يتابعنا عن إدارة الأزمات؟ أول شيء ما قبل الأزمة. يعني أول شغلة لازم أنا أحصن حالي من الأزمات. نحن عندنا مشكلة كبرى بنظام التعليمي وبنظام العمل أو نظام التوظيف. نظام التعليمي بيعلم الطالب أنه ما يغلط، وإذا غلطت في مشكلة. تمام؟ الحياة لا، لما بتغلط أنت بتتعلم. تمام؟ بالوظيفة كمان نفس الشيء، لما بيغلط الموظف بيتعاقب. تمام؟ بإدارة الأعمال بالعكس تماما، كل ما غلطت اكثر فانت خبير اكثر، فبتاخذ مال اكثر، فبيطلع لك شغل اكثر. فما قبل الازمه لازم تحصن حالك من الازمه. شو يعني؟
أول نقطة، خدوا فترة قد ما فيكم، خدوا فترة تخطيط ودراسة للموضوع مشان تعرفوا التفاصيل، مشان ما يغيب عنكم ولا مشكلة. واحد. اثنين، حطوا بلان بي. يعني أنا عندي موظفين والموظفين ممتازين وشغالين، ايه عندك بديل عن هذا الموظف؟ أخي فلان ما بيترك. مين قال لك ما بيترك؟ مين قال ما بيترك؟ الموظف لازم يكون في اي شركات بتحترم حالها بيكون في عندهم باك اب كامل يعني للستاف كله. كل الكادر بيكون عندي انا بديل عنه تماما. الموظف بيمرض، بيتعب، بيزعل، بصير عنده حاله، بصير عنده حاله بيموت. سفر بيموت، فعندك عندك مشاكل كثيره في شغلات قضاء قدر واحد تماما. فبالتالي ما بيمشي الحال انت تتعامل مع الموضوع، فخذ وقتك بدراسه وتحليل ما سيحصل بالمشروع. واحد. اثنين، حط خطط بديله قد ما فيك، وسع خياراتك، كل ما وسعت خياراتك كل ما بتتفادى الأزمة. ثلاثة، كل فترة قيم عملك السابق وقيم عملك اللاحق، هذا ما قبل الأزمة. قد ما كنت خارق بهدول الخطوات حيطلع لك شغلات غايبة عنك، تمام؟ وحتكون تطلع لك بشكل أزمة. أثناء الأزمة، أول نقطة التقبل. التقبل، نحن عندنا مشكلة، بصير عندنا أزمة، فبنتخبط عاطفياً، فبيشتغل العقل العاطفي، بيوقف العقل المنطقي، فبنصير منعيط، بنصير منتضايق، بنصير ممكن نكسر، وبنخسر بعد الخسارة خسارات، تمام؟ أول شغلة لما تخسر بصير أي أزمة، أول شغلة تقبل، إيه نحن عندنا مشكلة كبرى، إنه نحن مفكرين حالنا مثاليين، لا لا، تمام؟ أنت إذا مسؤول عن حياتك، إذا أنت قائد لحياتك، لا تفكر بالمحيط، لا تفكر بالأشخاص التانيين. أنا قائد لحياتي، فأول أول مثل بيقولوا قاعدة من قوانين القيادة هو أنا المسؤول عن كل ما يحصل، شو ما صار، بغض نظر مين سواه، بدا ما سمعته عين وحسد وفلان كتب لي وفلان مدري شو، عرف هذا شخص ما له قائد، تمام؟ والله في أزمة مالية، والله أخي الدولار بأمريكا، شوف شو عم يصير. أخي أنا ما دخلني شو عم يصير، أنا بشغلي أنا مسؤول عن كل ما يحصل. أنا لازم نسق أموري. طبيعي لما تشتغل مشروع، طبيعي لما تسعى علاقة، طبيعي لما تروح مشوار سيرانة، بس هدول مو بنسميهم ظروف محيطة، بالعموم هي بتأثر. أنا لازم السيرة. أنا لازم أدرسهم يعني، أنا لازم أعرفهم. بس اليوم يعني مثلا مثل ما حضرتك حكيت المثال المالي، هذا مو بيد أي حدا يدرسه لأنه هو أصلا متخبط. لا يعني بإيد هو، أنا بمجالي بمشروعي أنا أقدر حدا أدرسه وأنا بعرفه تماما. يعني مو منطق واحد يقول لي أنا فتحت معمل بعدين تفاجأت أنه في عندي مشكلة الكهرباء، معقول أنت؟ لازم أنا أروح أمن هذا الموضوع، أعرف هذا الموضوع. برجع أقول أثناء الأزمة حيطلع شيء أنا ما لي مخطط له، فحيطلع على شكل أزمة. أول شيء انبسط أنك عرفته، صار عندك إدراك للموضوع، فأهدى روق، تعامل مع الموضوع منطقيا. رقم اثنين، شوف شو الخيارات البديلة الموجودة عندك. ثلاثة، احمد الله على الخسارات اللي ما خسرتها. يعني حاول أول شيء تحتوي الخسارة بقدر الممكن، بأكبر أقل خسائر ممكنة. هلأ أنا ما عم بحكي على المكسب، عم بحكي على تقليل الخسائر. بعدين ثلاثة، فكر رب العالمين عادل، لما بيحرمني بيعطيني، مع كل منحة محنة في منحة. طيب شو المنحة بهي المحنة؟ شو العطاء؟ نعم، خسرت شخص، طلعك من الكادر شخص، ايه خير ان شاء الله، حيجيك شخص تاني، وكل الاشخاص اللي موجودين معنا هلا هن نتيجه انه في مين قبلهم طلع. كل الاشخاص المناح اللي انت عم تشتغل معهم سواء بعلاقتك الشخصيه او بعلاقتك المهنيه، تمام، هن طلع اشخاص، فاجا اشخاص بعدهم افضل منهم. فبالتالي شوف شو البدائل وشو الخيارات المتاحه. ثلاثه، بنرجع للي قبله، حصن حالك ما يتكرر هذا الموضوع. ما بيمشي الحال توع بالجورة مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. قد ما فيك، قد ما فيك حاول تتفادى أو تتجنب الأمور الضبابية. يعني ما أفتح أنا كثير من الناس، خاصة لما بيصير في ربح سريع أو نمو سريع للموضوع المهني. إذا أنا عندي مشروع لقيت فيه سوق عمل كبير وبلشت فيه، أو مثلا أنا انفتح لي خط بمحافظة جديدة، بيع أو اشتغل أو ساوي، فتحت وفتت، بعدين في عادة معينة هنيك، في طريقة معينة، في طبيعة معينة اختلف علي بهذا السوق، تمام؟ فأكلت صواب مرتب، طول بالك أنت، لأنك للأسف النمو السريع دير بالك منه. أي نمو سريع في بعده أزمة، أي مشكلة، تمام؟ برجع بقول الحياة هي ربح وخسارة، شهيق وزفير. إذا بدي أخذ شهيق 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 دائما بنفجر، فأنا في عندي دائما اتعامل مع الخسارة،
انا حاسب الخساره، انا بعرف الخساره. بالتالي بلش طبعا اللي صار عنده كثير ازمات صار بيعرف، فبيصير نحن بنسميه خبير بسوء العمل اسمه الشخص. خبير، فما بيمشي الحال خبير ازمات تماما. اي خبير البزنس اصلا بجيبوه لهذا الشخص اللي خسران كثير، بجيبوه مشان يقول لهم بالشركات وين خساراتهم. تماما تماما. الناس بتعرف جزى الله المصائب كل خير بها عرفت عدوي من صديقي. هذا الشخص بجنبني كثير خسارات، هذا الشخص صار استشاري، صار خبير. طيب شو المشكلة الكبرى؟ المشكلة الكبرى بالتوقع. أنا متوقع حالي افتح مشروع واربح منه، وغالبنا وقت بيقعد بيفتح مشروع بحاكيك عن بيت وسيارة لا تحسب الربح، حسب الخسارة. لازم نحط الجهة بمفهوم الأزمات، بالنا احتمالين إنه أنا ممكن أربح ممكن أخسر. قبل ما أربح هلا أكيد أنا ما فتحت مشروع إلا لعرفان ربحه. طبعاً عرفان ربحه، فبالتالي لازم أفكر شو خسائره. وكل ما أخذني دماغي أنت حتربح وحتصير وقف. معقول الموضوع ما له تكاليف؟ أكيد. أي شيء بالدنيا له تكاليف، أي شيء بالدنيا. ما في شيء سهل. إذا بدي ساوي كاسة شاي إيه لها تكاليف وقت ومال وغاز. طيب مشروع ما له تكاليف، متى ما سمعت مشروع سهل وربحه عظيم وطول بالك دير بالك في الأمر إنه تمام. وخاصة هدول اللي بيجي بيقول لك تعال جيب لي 50,000 فرقة وثلاثة من رفقاتك ومدري إيش وبتركب بيت، طول بالك طول بالك. أي مشروع ما بتعرف أزماته إياك تدخل عليه، أي مشروع ما بتعرف مشاكله. لذلك ننصح لا تفتح مشروعك الشخصي، روح اشتغل موظف. طب أنا معي مصاري وعندي الفكرة وعندي المهارة، إيه اشتغل موظف. لأنه في بقلب هيكلية العمل في مشاكل إدارية، في مشاكل تقنية، في مشاكل أحياناً فنية. أحياناً نحن الأشخاص يعني بيواجهوا كمان ضمن وظائفهم بيواجهوا أزمات، بيواجهوا مشاكل. في كتير ناس فقدت عملها من وراء أول أزمة. كيف هدول كمان بدهم يتعاملوا مع مشاكلهم الوظيفية؟ أحياناً تمسكنا الشديد بالعمل، تمسكنا الشديد بالموضوع بالشخص بالعمل بيخلينا برجع بقول نخلق بعد الخسارة خسارة. بالتالي كتير مفيد بعد ما تخسر أو يصير عندك أزمة أو يصير عندك مشكلة، كتير مفيد إنك تفلت، ترتاح، تبكي، تزعل، تتضايق. طبيعي، هي مشاعر طبيعية، تركها تاخد مجدة، تركها تاخد وقته حتى ما يرجع يطلع لي بعدين 100% بأماكن أخرى، وتركها تعلمك. لما بتشغل اللي بتعلم علينا، الشغل اللي بتجرحنا من جوا نتعلم منها بتقوينا. ضرب الماء بتقتلك بتقوينا تماما. فبالتالي انا طيب كثير منا بمتخيل انه اخي انا بهذا المكان وجودي وبهذا المكان قوتي حياتي كلها. انت هذا المكان كسبته لانك خسرت مكان قبله، فلما بتخسر انت حتكسب مكان احسن ان شاء الله. او لانك تعبت عليه تمام. فانت نفسك قادر تتعب بهذا المكان وتبني تمام. بهذا المكان. والاحلى الفرصة الرائعة انه صار عندك هلا فرصة كل اخطائك السابقة تساويها جديدة. اذا انهدم كل شيء، اذا راح كل شيء، انهدم كل شيء مادي. واللي بيتوقع انه المادة مستمرة فهو واهم. اي شيء مادي ما له مستمر. طب شو اللي بيستمر؟ الخبرة، العلم، العلاقات، المحبة، الاخلاقيات. صح. فبالتالي ايه ازعال لما سمعتك تنزق يعني تنضرب، سمعتك تنضرب او تخسر اصدقاء تمام او تخسر صديق تمام ايه او تخسر. بس اما اخسر مال حتخسر مال مهما مشيت، مين ما كنت تكون حتخسر دائما. هي جزء من دورة الحياة، ربح وخسارة تمام. ودائما يعني مشهور بالسوق لما بتشوفي تاجر خسر خسارة كبيرة صار عنده مشكلة كبيرة بيضحكوا بيقول لك ما بتخسر الا التجار. ليه انت معقول خسرت؟ ايه ما بيخسر الا التجار. طيب بالتالي التاجر اللي خسر كثير هذا بتلاقيه عم يربح كثير تمام، بغض النظر عن ماليته قديش ضخمه. ليه؟ لانه صار يعرف الثغرات تمام. كل ما كان بيعرف الثغرات تمام كل ما كان هو بيقدر يمشي اكثر. بالتالي خلينا نقول الناس اللي بتحل هي المتاهات، في ناس بيحلوها من البدايه للنهايه، بس الخبراء بالمتاهات بيحلوها من النهايه للبدايه وبتخلص اسرع تمام. بالتالي لما نفوت انا على مشروع، فوت انا على قصه، لازم اتوقع انه انا فهذا اثناء الازمه. طب ما بعد الازمه؟ ما بعد الازمه نصيحه، خذوا دفتر اكتبوا اسمه دفتر التعلمات. كل مشكله بتصير اكتبوا شو تعلمنا، تعالوا شوف شو تعلمنا. خسرنا راح المشروع، شو تعلمنا؟ نصيحه، هي القواعد اللي بتكتبوها
هدول القواعد جمعوهم الكتاب سووا التنمية البشرية. بس تنميتك البشرية يلي انت كاتبها بتكون دافع حق سطر مليونين، ودافع حق سطر 10 سنين خبز وملح، ودافع حق سطر. فالسطر عندك غالي، والنصيحة كتير غالية. نصيحة اعملوا دفتركم. والمشكلة الكبرى انه كلاتنا منوع بنفس المطبات، فهذا الدفتر لما بترجعوا له تلاقوا عنكم خبرات عظيمة. تمام؟ لانه سمي انسان من النسيان، نحن بننسى. فلما بنمشي نرجع بناكل نفس الصواب مرة وثنتين وثلاثة وأربعة. فبالتالي الأزمة ما أنا أتضايق منها، الأزمة شغلة كتير منيحة، شغلة كتير ظريفة، فيها بقلبها فرص، فيها بقلبها مشاريع جديدة، فيها بقلبها علاقات جديدة. أما أنا إذا جيت والله الأزمة دائما هي خسارة، الأزمة دائما هي مشكلة، لا هي ما هيك. وبالمطلق كل ما أنا استثمرت القصة شفت نص الكاسة المليان، تمام؟ فبرجع أنا بحسن عبي، بحسن أنا أكمله، بحسن أنا أتفادى الموضوع، بحسن أستثمره. نعم؟ في نقطة كثير حلوة اسمها استثمر السلبي إيجاباً. أسوأ ما يحصل معك إذا كنت قادر تعيد تدويره اسمه إدارة الأزمة، تروح تشوف الجانب الثاني منه، فأنت قادر تاخذ فيه مكسب. بالسوق بتلاقي شخص خسر أو صار معه، يعني مثلاً فرضاً من كم سنة وقت سوق العصرونية احترق، اللي بيفوت على السوق بقلب الحريقة بيقول هذا ما بيقوم بحياته. فزوا الناس وترقى، يعني التجار صاروا مع بعض محبين لبعض عجيبين. هاد أنا سامحتك وهاد أنا سامحتك. السوق خلال أسبوع كان فازز على رجليه وعم يشتغل. ببلدنا بتلاقي قرنة صارت بعد فترة بسيطة اشتغلت أمورها بخير. بالتالي شو اللي لازم ساوي أنا ما بعد الأزمة؟ ما بعد الأزمة لازم روح لمرحلة التعافي، ولازم أرجع طبعا الدورة شغالة. فالدورة شغالة لازم دائما حصن حالي، ادرس الموضوع، اتقبل، انبسط، اتعلم واشتغل. لأمتى ما بتخلص. أكيد. آخر أزمة حتصير معك هي قبل ما تموت بشوي، وتتعامل معها بتقبل وانبسط، بتعيش حياتك هيك، لأنه هي هيك الحياة. قديش أعطانا الأستاذ طاقة إيجابية لنتعامل معها. صحيح، وقدي أعطانا معلومات كمان بدنا نتشكروا عليها، وعلى إن شاء الله يكون الكل كمان اللي سمعنا استفاد. شكرا لك. شكراً كثير لك. أما هلأ صار الوقت يا ليلى ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية محليا عالميا وعربيا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير ليلى. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. بحث وزير الخارجية والمقتربين الدكتور فيصل مقداد مع رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وزير الدولة أحمد علي الصايغ العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين. وأكد المقداد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين سوريا والإمارات، معربا عن التقدير للدور الذي قامت به الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن. كما التقى الوزير المقداد رئيس وفد المملكة العربية السعودية نائب وزير الخارجية وليد عبد الكريم الخريجي، حيث أكد الجانبان حرص البلدين على تطوير مستوى علاقاتهما الثنائية، وعبر عن ارتياحهما للمستوى الذي تشهده هذه العلاقات. ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية بطولية بالقدس المحتلة أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينيا طعن 3 مستوطنين قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، جراح أحدهما خطيرة، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من اعتقاله.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان أن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا التي تتعلق بعضوية بريكس والاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط وضمان استقرار السوق العالمية. وعبر الجانبان عن تقييمهما العالي للتفاعل البلدين في صيغة أوبيك بلس والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام والتي تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية. وفي خبرنا الأخير، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف وذلك في زيارة غير معلنة، وهي الرابع زيارة يقوم بها بلينكين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة الإعلان عن تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه الزيارة بلينكين في الوقت الذي أيد فيه البرلمان الأوكراني بأغلبية واسعة تعيين روستوم أميروف وهو تتري من شبه جزيرة القرم وزيرا للدفاع، وهو منصب رئيسي في المحادثات الرامية إلى تسليح أوكرانيا. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، ويسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا لكل يلي انضموا لنا. وبالعموم نحن هلا يعني فقرتنا رح تكون بعد شوي رح نحكي شيء بخص الطفل، والأمور كثير يعني بتخص الطفل. نحن عم نحاول كل مرة نكون مع اختصاصي معين ونناقش يا ليلى، ولكن بشكل عام لفتني هلا ونحن عم نحضر للتقرير عن موضوع المشاركة، ويمكن دار حديث بيني وبينك سابقا انه قديش الامومه صعبه وقد ايه واحد ممكن يشارك اطفاله بالشيء او لا. من خلال خبرتك بهذا الموضوع كيف لقيتي الموضوع؟ اكيد دور الام كثير مهم اكثر من دور الاب، لانه هي موجوده مع الطفل بكل الاوقات، يعني حتى باكله بشربه لازم الام يمكن تشارك الطفل بكل شيء. لكن في كثير امور الام ممكن تشاركها مع طفله ومن خلالها بتبني له مهاراته وبتطوره. شو هي الامور اللي ممكن نشاركها مع اطفالنا وكيف نحقق هالشيء؟ هالتفاصيل رح نتابعها بالتقرير التالي. على الأهل بشكل عام أن يعلموا بأن تطور قدرات الطفل الإدراكية واكتسابه لمهارات جديدة ومتنوعة تجعله قادراً على القيام بالكثير من الأشياء وبمفرده. لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وإليكم الخطوة. أولاً، افسحي له المجال ليقوم بالأشياء فيكون الفاعل وأنت المشرفة عليه. عليك أن تظهري لطفلك ثقتك به، شجعيه عند إنجازه المهام الموكلة إليه. ضعي طفلك في مواقف اتخاذ القرار كاختيار ملابسه أو مواقف مفتعلة، وجعليه يقرر كيف سيتصرف فيها. علمي طفلك تحمل المسؤولية بمواقف حياتية يومية. رح نروح لفقرتنا أيضا عن الطفل، وموضوع فقرتنا لليوم وهو عن تعلم الطفل لغة ثانية. كثير من الجدل حول هذا الموضوع، البعض يجدون أنه تعلم الطفل وهو صغير للغة ثانية موضوع جدلي وصعب، لأنه ممكن يشتت الطفل عن لغته الأم أو يخليه مقصر فيها. والبعض الآخر وجد بأنه التعلم من الصغر هو فرصة كبيرة جدا لحتى يكتسب الطفل مهارات اللغة الثانية وحتى ممكن لغة ثالثة.
صحيح سلمى، وحسم الباحثون الجدل اللي صار بأنه تعلم الطفل لغة تانية بوقت مبكر مو مفيد بس لتعلمه اللغة، بنمي مهاراته وقدراته المعرفية والإدراكية، فكيف ممكن أنه ننمي هالمهارات وكيف ممكن أنه نعلم الطفل لغة تانية؟ كل هالأمور رح نحكي عنها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، ضيفتنا رهف تسابحجي استشارية أسرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك أستاذة رهف. خلينا نبلش بالعموم، دائما كتير بيصير في جدل عن هذا الموضوع تبع اللغة الثانية وإمتى الوقت المناسب. برأي حضرتك علميا اليوم إمتى الوقت المناسب أنا أقدر أعلم طفلي لغة ثانية بدون ما أدخل بجدل إنه يتشوش أو ما يتشوش؟ هلا برأيك كم لغة ممكن الطفل يتعلم بوقت واحد؟ هلا اذا كان في طريقه سليمه ما بعرف، بس انا بعرف في اطفال معهم 4 أو 5 لغات. صحيح. وفي ناس صحيح. بس تكبر بتصير مع 10 لغات وما ممكن. اكثر، ولكن طبعا. طريقه التعلم هي اللي يمكن الفيصل والوقت. مزبوط، طريقه التعلم. هلا الاطفال عندها قدرات انه هي تتعلم فوق 3 لغات او 4 لغات بوقت واحد بدون ما تتشوش. نحن لغة واحدة عم نحن لغة واحدة، اللغة العربية لغة الأم عم يتشوش فيها الأعراب لهلا عنا مشكلة فيه. هي الطريقة كيف عم تنعطى هي اللغة. هلا لما الطفل نبلش معه حتى بلغتين، يعني على الأقل اللغة الأم تمام يلي هي نحن عنا اللغة العربية، طبعا كتير مهم إنه نحن نحافظ عليها وتكون هي الأساس، وطبعا اللغة الثانية اللي هي بدها تكون تكملة خلينا نقول هي اللغة الإنجليزية تمام غالباً أو الفرنسية. فرنسي إنجليزي، لكن الإنجليزية عم تكون يعني المتعارف عليها أكثر، وإنه هي ممكن الواحد يستخدمها بأي بلد بأي بالعالم بلد. فلذلك إنه لما بده يتعلم لغة ثانية كثير مهم الطرق. اول شيء كيف الاهل يحببوه فيها تمام. اوقات الاهل هن لهم دور، اذا الاهل ما كثير راغبين باللغه او هن أو عندهم مشكله، واذا الام ما بتحب اللغه مثلا، انا بعرف امهات انه هي ما بتحب الانجليزي، الاولاد كلهم عندها 5 اولاد كلهم نفس السيناريو ما بيحبوا الانجليزي وعندهم مشكله فيها. كثير الولد بيتاثر بالشغلات يلي من اهتمامات امه تماما، كثير يعني ان كان بالاكل وان كان بالدراسه وان كان بطريقه التفكير. لذلك كثير مهم الاهل انه هن بدهم يثقفوا حالهم بالبدايه، دائما بدهم يشتغلوا على حالهم، يشتغلوا على مهاراتهم، يتعلموا، ما تضل خلص انه يلا تزوجنا وصار عندنا اولاد انه خلصنا، لا كثير بدها تطور من مهاراتها. هلا اذا بدنا نبلش باللغه مثلا اللغة الإنجليزية، طفل بعمر صغير طيب شلون بدها تعلمه؟ فأوقات كتير ما نبلش بالشغلات بالألعاب، ألعاب تفاعلية أهم نقطة. بأي عمر هذا؟ هلا ممكن حتى قبل السنة، يعني أول ما الولد ببلش بيمسك شيء ممكن أوقات نعطيه فيه مثل ستوريز أو قصص ممكن تكون قماش، فبصير الولد ببلش بيجمع. هلا الطفل لسه أول شيء ما عنده إدراك، لكن خلينا نقول اللاوعي تبعه هو واسع وبيغب، يعني حتى على مستوى اذا الام عم تحكي شيء هو الولد صغير ما له منتبه وضل تكرر مثلا عدت كلمات وعدت قصص او عم تحكي مع جارتها او على التليفون، تلاقيه بعد فتره صار يحكي بنفس الاسلوب او اوقات بردد الكلمات اللي هي عم تحكيهم. حتى للاسف اذا واحد بسب بتلاقي الولد صغير من على الصغر بياخذ هي الكلمات بيحفظها. فلذلك كثير الام والاهل حتى الاب كمان ينتبهوا كثير شو عم يحكوا قدام اولادهم، حتى لو عم يحكوا مع بعض، حتى لو كان طفل يعني عمره سنه فعم يغب عم يغب. فنحن دائما الطفل الصغير بنبلش معه بالقصص، الشغلات يلي فيها لمس، ممكن مثلا اول ما ببلش بده يحكي فبنبلش نعطيه بعض الكلمات بعض المفردات. هلا اوقات بنلاحظ انه مثلا يلي عندهم الاهل مثلا انجليزي تبعهم قويه ممكن تبلش تحكي بالانجليزي مثلا انه جيب لي الكاسه، هات هذا، ستاند اب، سيت داون، هدول القصص، فبلش شوي شوي ببلش بيعتاد عليهم. بس يكبر شوي اوقات بنبلش مثلا بالبطاقات تبع مثلا مثل صوره البطه، داك، كات، كذا، بلش فيهم. طبعا ما منبلش بالأحرف بيكون بستعطوا قبل المدرسة، بلش بكلمات مفردات. يعني هلا احنا لما نعلم عربي لطفل ما منبلش منعلمه ألف باء تاء، امتى منعلمه ياهم بس يفوت على المدرسة مشان يتعلم الكتابة والقراءة، لكن بالبداية
بنبلش اول ما ببلش الحكي بنطلع من الشغلات الحياتيه. بنفس الشيء بنبلش ممكن الام دائما تخصص وقت للغه، يعني ممكن بلش تقرا له قصص، يجيبوا قصص يقروها، قصص كثير بسيطه. كل ما الولد بلش يتعود على اللغه فبصير مألوفه بالنسبه له. ممكن اوقات يتفرج مثلا على افلام كرتون تكون بالانجليزي ما تكون مترجمة أو مدبلجة. كتير مهم طبعاً دا يكون في انتقاء لها بشكل صحيح. أكيد الأم ما بتتركه والله على التلفزيون أو على اليوتيوب يشوف أي شيء، بده يكون أول شيء هي شايفة عرفانة شو اللي عم يشوفه، بعدين يكون في حسب معايير معينة، حسب القيم تبعنا، حسب المجتمع، حسب الأخلاق تبعنا، بعدين ممكن تقدم له إياهم. فهون بقى ببلش بقى بفوت بالمود، بلش سمع سمع سمع. نحن بدنا نوصل الطفل لما ببلش يكبر يحكي انجليزي ما يترجم، يفكر انجليزي، يفكر بهي اللغه اللي هو عم يتعلمها، مثل نحن لما بنحكي عربي ما بنترجم من لغه ثانيه صح، فخلص اوتوماتيكلي بنحكيها. فدائما لما بنعلم بنعلمه انه انت كيف تفكر بهي اللغه لما تحكي الجمله وليس ترجمه. وهون بقى كمان دور المدرسة. لا أوقات كتير بتلاقي الطلاب وصلت للبكالوريا وهي حفظوني الكلمات ترجمة أبسط المفردات هي شو معناتها، يعني لما بده يتعلم لغة بده يعتبر حاله إنه هو مثل لما راح على بلد أجنبي مثلا طلع على أمريكا كيف ما حيترجموا له بالمدرسة، لكن ممكن بالبدايات يبسطوا الكلمة. دائما نعتمد على تبسيط هاي الكلمة، تبسيط الجملة. فهذا الشيء بيخلي إنه الطفل إنه هو يبلش شوي شوي يتآلف مع هاي اللغة ويتعلمها ويكون يعني يكون يحبها. أهم نقطة إنه يحبها، لأنه متى ما حبها خلص استمر فيها. خلينا نحكي عن أهمية هاي اللغة، قديش بيكسب مهارات بشكل إيجابي الطفل. كتير من الأهالي بيروحوا لفكرة إنه خلص يعني اللغة العربية هي الأساس، وممكن بس بمراحل المدرسة إنه يتعلمها مثل ما ذكرتي إنه يلا خلص إنه لأنجح بالمادة وخلص، ما بيدركوا قديش إلى أهمية تعليم اللغة وخصوصا من صغار. هلا سوق العمل يتطلب دائما يكون الشخص معه لغة تانية، وخاصة هلا عم يتطلب الإنجليزي. إذا سافر، إذا راح لأي مكان، حتى بأي عمل أول شيء بيقولوا له شو مهاراتك بالإنجليزي. تمام. فإذا ما كان عنده هاي المهارات إن كان كتابة وقراءة وتفكير وطلاقة وحكي، فببلشوا بقى لا بدور على الأشخاص يلي عنده مهارة بهيدا الشيء أكثر. كتير مهم دائما الأهل يتفكر إنه هيدا تعليم اللغة الأخرى هي مو بس لفترة مؤقتة، هذا الشيء خلص مستمر. وشغلة تانية، لما دائما بنعلمه للطفل اللغة الأخرى الخلايا العصبية عنده بصير بتتنشط أكثر، بصير عنده قدرته على تقبل لغات أخرى، تقبل مهارات أخرى، دراسة حتى بتصير عنده، خلينا نقول بتتفتح مناطق الإدراك عنده بشكل أوسع. فهيدا كثير مهم انه دائما الاهل تفكر نحن ما عم نحكي بس على مستوى لغه، نحن عم نحكي على مستوى حياه، مستقبل، على مستوى طريقه تفكيره. فحتى طريقه تفكيره بتختلف، يعني مثلا حتى بصير لما بده يناقش موضوع معين اوقات تلاقي الشخص اللي عنده ثقافه تمام، ان كان مثلا ثقافه باي لغه ثانيه تلاقيه ممكن انه يكون عنده ببلش يستخدم هالالفاظ. صحيح. هلا غير انه يستخدم الالفاظ، نحن كمان مهم نركز ونحن ما نستخدمها للفزلكه. يعني هلا اوقات كثير في اشخاص مثلا شوي هيك بتلحش لك كلمه بالانجليزي، يعني انه مشان ارجي حالنا انه احنا واو يعني كثير مثقفين ونحكي انجليزي. او عم يصير مثلا بعض الطلاب عم يكونوا مثلا مدارس خاصه عم يكون في لغة إنجليزي مثلا بشكل موسع أكثر، عم ياخذوا مثلا ماث وساينس اللي هن في مثلا العلوم والرياضيات والإنجليزي والهدول، فمصير فيهم آخر شيء مثلا بتلاقيهم ماشيين بالطريق وعم يحكوا مع بعض بالإنجليزي. طب بس في فكرة بدي لك يا أستاذة رهف، هلا أنت انتقدتي هذا الشيء، ونحن بالعموم هذا عنا دائما ينال انتقاد بين الناس، لأنه نحن ما لنا متعودين انه صحيح. اطفالنا او شبابنا او حتى لما بنكون ماشيين بالسوق وبنسمع اثنين عم يحكوا بلغه اجنبيه بنتمسخر عليهم انه شو عم يفرجونا حالهم مثقفين، علما انه برا باي بلد حتى بلد عربي اخر اللي بيكون معه لغه ثانيه طبيعي انه يستخدم مفردات صح. لانه هو متعود عليها. هي النظره السلبيه اللي خلت الناس
ما تتجه لأنه تصير اللغة الأخرى هي ممارسة، وبالتالي أنا بتقنها أكثر، بقدر أتعامل فيها أكثر. وهي الشغلة عم نشوفها في كثير عنا ناس ناجحين وعندهم علاماتهم توب بكل اللغات، ولكن ما بيقدروا يعملوا محادثة، محادثتهم خاطئة. لهلأ في عنا كثير ناس ما بتفرق بين البي والبي وبيتمسخروا عليهم برا أحيانا. ليش؟ لأنه نحن ما مارسنا هذا الشيء بحياتنا الطبيعية. يعني أحد الأمهات شفتها بالسوق عم تتعامل مع طفلة الصغير باللغة الأجنبية، الكل صار يضحك عليها، هي عم تحاول تقول له انه هي اسمها هيك وهي اسمها هيك لحتى تقوي اللغة عنده، عم يتمسخروا عليها. طب هي كمان نظرة خاطئة، نحن ما لازم نعتبرها بهالطريقة. هلا احنا مشان هيك الشخص هو بده يعرف وين الأماكن اللي هو يستخدمها وكيف يستخدمها بطريقة صح. لذلك نحن كتير مهم انه لما بنعلم أولادنا نعلمه انت وين فيك تستخدمها هاي اللغة وتعمل براكتس وتتدرب عليها، وين لا انه هيدا المكان مثلا بتكون بمكان يعني شعبي مثلا ما كتير بيتقبلوا هذا الموضوع. فنحن بدنا نراعي الثقافة، فهي نقطة كتير مهمة. هلا نحن في عنا مشكلة انه مثلا ما بتروحي لبرا، فرضا بتروحي على الخليج ما تحكوا عربي، حسي حالك بدولة يعني والله نحن بدولة عربية، يا لأنه تعليمهم أغلبه هو باللغة الإنجليزية، صار كله باللغة الإنجليزية، الرياضيات الفيزياء الكيمياء مثل ما حضرتك قلتي هي كله بيتعلموا. مزبوط. في جامعات برا بتعلم حتى مثل الصيدلة والطب باللغة الأجنبية إنجليزي. يعني مانا بالعربي. مزبوط. هلأ نحن كمان في عنا مشكلة إنه في بعض الجامعات كانت إنه باللغة الإنجليزية عنا، بس المشكلة إنه المنهاج إنجليزي والأستاذ عم يحكي عربي. طب هون في تناقض، اخر شيء الطالب بده يحفظهم بالانجليزي وبده يقدم فيهم امتحان. حتى هاي معضله لطلاب الجامعه، حتى بيعانوا من مواد الانجليزي، يعني بيوصلوا لمرحله الجامعه وهن عندهم صعوبه، يعني انا بس بدي احفظ بصم لحتى اقدم هالماده وخلص. وهذا الشيء اللي عم يصير ان كان بالانجليزي وان كان بالفرنسي، فهو ما عم يتعلم اللغه بالشكل الصحيح. لذلك كثير مهم الاهل تهتم بهذا الموضوع، يحطوهم مثلا دورات نتابع فيهم، نمشي بسلاسل معينه، ندور مثلا على المراكز اللي فيها مثلا اهتمام اكثر، الاساتذه يكون عندها مثلا الاكسن اللهجه. الدرس الانجليزي يفترض حتى بالمدارس ما يكون فيه ولا كلمه عربي ابدا. بس ما بيكون فيها صعوبه بالعكس لما منبلش فيها. هلا مثلا ليش في طلاب بعض المدارس خلص انه بيدرسوها بالانجليزي، مثلا عندهم الدرس الانجليزي خلص الان ما بتحكي ولا كلمه عربي نهائيا، انت بدك تفهم بصير بيعتاد. اما اللي دائما عم يستنى انه يلا انا حاخذها هلا بترجمها هلا كذا، ما عاد يعني ما بتعود عنده اياها هي المهاره، بصير عنده تبع انه نحن بس كرمال ناخذ العلامه. وهذا الشيء بتلاقي طلاب بكالوريا تمام خلصت وما بتعرف يعني معلش الخمسه متطمصه تمام، الاي من البي ومثل ما قلتي البي من البي وامتى بنقول بيقولوا لي اش حباتي هذول اتش انجليزي معلش نركز. فتلاقيهم كثير انه ضايعين بس نحفظ كلمات نحفظ كلمات، نحن ما بنحفظ كلمات بنترجم. دائما مثلا بيجوا الطلاب تبع البكالوريا انا مالي منيح بالانجليزي لانه قالوا لي بدك تحفظ كلمات، لا ما بدك تحفظ كلمات، انت بتاخذها من معنى الجمله بتفهم، لكن هي مثل ما بقولوا الممارسه البراكتس. دائما لما الاهل يهتموا بهذا الموضوع ويفكروا بطريقه صح، ونعرف طبعا نحن لغتنا الام لازم نحافظ عليها طبعا. هذا شيء يعني مفروغ منه، ما انه لا نساوي شيء على حساب شيء. هلا طبعا من اجت فترات من عده سنوات حتى المدارس الخاصه قلبوا كل شيء انجليزي، فوزاره التربيه اجت يعطيها العافيه انه لا عندنا المنهاج العربي بتدرسوه، بدكم اسرائي ممكن تعطوه الانجليش. هاي شغله كثير منيحه، اكيد ممكن يكون في تقل على الطالب لكن بيتعلمها. النقطة الثانية حتى اللغة الإنجليزية، خلينا نحكي يعني على الإنجليزي لأنه أسهل اللغات من وجهة نظري يعني. فلما الطالب ممكن بس يخلص يعني كثير من الأشخاص بتسافر لبرا وهي لسه ما عندها لغة قوية وبتمشي بعدين، ليش؟ لأنه تعلمها كمان سهل. فممكن كمان أنه دائما نعملها مثلا إذا ما حطيناها بمدرسة فيها إنجليزي نعمل دائما مثلا في كورسات مشان يضل متابع، ممكن بس يخلص ياخذ كمان كورسات اعلى ويضل مستمر. لانه الشيء وخاصه اللغه لما if you don't use it you lose it. شو يعني؟ يعني اذا انت ما بتستخدمها حتخسرها. صح، هذا كثير فكره لازم الكل ينتبه لها. لما نتركها لفتره خلص نحن بتنتسى
اوقات كثير في اشخاص تلاقيهم جايين من برا ومن امريكا بس ما عاد حكوا ولا عاد مارسوا اللغه فتلاقيهم بلشت تنتسى. فدائما نقول راجعوا ملوا يعني حتى اوكي انت مثلا جاي من برا معلش مثلا يا اما درسها يا عطيها يا راجع يا اقرا يا احكي يا اسمع الافلام مثلا اذا حدا بيحب يتفرج على افلام يعني يتفرج عليهم بدون ما يطلع على الترجمه اوقات في شيء اسمه كلوز كابشن اللي هي الشيء اللي بنحكى مثلا بالانجليزي بحطوه كتابه فيحاول كثير يركز على هذا الموضوع انه يقراهم يحاول يتابع يسمع ويقراها هذا الشيء كثير بيساعده. لكن اهم نقطه انه بده يوصل الشخص لمرحله انه هو لما بده يحكي انجليزي ما بيفكر انه انا بدي ترجم من العربي للانجليزي هون بيكون بلش اكتسب المهاره بشكل جيد. اكيد كثير مهمه اللغات بحياتنا وبمجالنا المهني وبدنا نتشكر حضورك معنا ونتشكر المعلومات اللي قدمتينا اياها وان شاء الله كل اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا كيف يتعاملوا مع الاطفال بتعليم اللغه من المراحل المبكره. شكرا شكرا لك استاذ رهف لك المعلومات اللي قدمتينا اياها. ما راح نروح بعيد عن المدرسه ليلى ولا عن الاطفال ولكن راح ننتقل لمحافظه حمص تحديدا ومع بدء العام الدراسي الجديد اطلقت غرفة التجارة مبادرة من أجل طبعا توزيع قسائم شرائية لأبناء الشهداء بعنوان مدرستي والتفاصيل الأوسع بتقرير مراسلنا أسامة ديوب. بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد أطلقت غرفة تجارة حمص مبادرة مدرستي عبر توزيع قسائم شرائية لأبناء الشهداء الأكثر احتياجا حيث تصرف من صالات السورية للتجارة وعدد من المكتبات لتأمين مستلزمات المدرسة. مبادرة مدرستي عبارة عن قسيمة مالية تقدم إلى أبناء الشهداء بقيمة 200 ألف ليرة سورية، قيمة قرطاسي وتجهيزات للمدرسة من البسي. تصرف هذه القسيمة بمعرفة مؤسسات أبناء الشهداء بمحافظة حمص. اخترنا الشرائح الأشد حاجة أو الأشد عوز لهذه المرحلة. نسقنا مع عدد من الجمعيات الأهلية اللي عندهم هالمعلومات عن أبناء الشهداء وزودناهم بالقسائم. هلأ القسيمة هي عبارة عن 200 ألف ليرة سوري تصرف من 5 مكتبات. اخترنا أحياء متفرقة بمحافظة حمص لحتى تكون عملية الحصول على القرطاسية هي عملية سهلة. مبادرة مدرستي مبادرة كثير كويسة ونحن نتمنى أنه هذه المبادرة توسع على كافة الفقراء في هذا البلد. مبادرة مدرستي شغلة كثير حلوة وساعدت كثير ناس بهذه الظروف يعني اللي صعبة. بنشكر القائمين على هذا العمل وغرفة التجارة ورئيس غرفة التجارة وهذا الشيء بيدل أنه السوريين كلهم أهل خير وبيحبوا بعض. المبادرة جيدة جدا واجتماعية وبتخفف أعباء كتير عن أبناء الشهداء زوي الشهداء ومبادرة كويسة كتير وبالظروف الصعبة. المبادرة تأتي وفاء لما قدمه الشهداء في سبيل الوطن وعزته وتهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن ذوي الشهداء وتأكيدا على دور المجتمع الأهلي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. ومكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية. أما هلا سلمى رح نروح من حمص لحما. احتضن الحمام الأثري في مدينة سلمية مهرجان أيام السلمية التراثية واللي بيتم من خلاله التعرف بتاريخ وتراث مدينة سلمية العريقة والقديمة. التفاصيل بتقرير مراسلنا محدين الفهد من تابعة سوا. احتضن الحمام الأثري في مدينة السلمية مهرجان أيام السلمية التراثي والذي يتم من خلاله التعريف بتاريخ وتراث مدينة السلمية العريقة والقديمة من خلال أعمال تراثية وفنية ولوحات تجسد أهم الشخصيات التي كانت تمثل هذه المدينة. نحن اليوم في رحاب مهرجان أيام سلمية الثقافية والتراثية والذي يمتد لأيام من 5 سنكون خلالها مع عبق التاريخ مع أرث هذه المدينة الحضاري الرائع والعظيم والذي تجلى في ميادين الحياة المختلفة. هذا المكان الذي كان مقفرا خاليا أصبح اليوم يضج بالحياة ويضج برواده حيث هنالك معرض للأعمال الفنية وآخر الأعمال اليدوية وآخر للمنتوجات التراثية. سلمية فخورة بكل أبنائها. تأتي أهمية هذه المهرجان
المهرجانات لإلقاء الضوء على أهمية المواقع الأثرية في مدينة سلمية ومن أهمها الحمام، وافتتاحه للناس وتعريفه وتعريف أهم المواقع الأثرية لدينا، وإلقاء الضوء على المنتجات التراثية الموجودة في سلمية. أعمال متميزة من الفخار والقش وأعمال من توالف الحديد، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من ذوي الهمم بأعمال من صنعهم. في أعمال كتير رائعة، أهم شيء هي الأعمال اللي بتجسد الماضي، وخاصة من أعمال يدوية أو أعمال قديمة تم عرضها بهذا المعرض. كتير مهم أنه نحن نعرض شيء تراث اللي بيمثل مدينة سلمية، وكتير مهم أنه دائما الجيل يتذكر أنه سلمية شو الشيء اللي كان مميزة. نحن حبينا نعيد صناعة الفخار من أول وجديد، والاستخدامات اللي كانت تستخدم أيام زمان بعدة أشكال، طبعا أنا والأطفال اللي كنا عم نتمرن، حتى القش اللي كنا نستخدمه كمان أيام زمان، كيف طريقة تصنيعه واستخداماته كانت أيام زمان. أنا حبيت جسد بعض من التراث الموجود عندنا بالمدينة من الجوامع والسور السلمية، إضافة إلى بعض المساجد، حطيتها بلوحة واحدة وحبيت تكون مشاركة بهذا المعرض الرائع. يستمر المعرض لمدة 5 أيام، والذي أقامه مجلس مدينة السلمية بالتعاون مع شعبة الآثار. محي الدين فهد، الإخبارية السورية، محافظة حماة. وصلنا لمحطتنا الختامية ليلى، وكنا عم نحكي تحت الهواء هلا عم ندردش مع ضيفتنا. بالعموم بشكل عام كلياتنا ومع تقلب الفصول وأيضا تغير المهام والتوقيت وغيرها، بنعمل بعض الممارسات الخاطئة على بشرتنا وأيضا على يعني خليني أقول بكل شيء بالعموم، وبتكون هاي الممارسات إلى آثار سلبية أكثر من آثارها الإيجابية. تماما سلمى، يعني رح نتوقف بمحطتنا اليوم لنحكي قديش في مواد بنستخدمها على بشرتنا قديش هي خطيرة، ما بندرك نحن هذا الشيء. أحيانا بجوز تكون شغلات طبيعية، أحيانا نحن بنأذي بشرتنا، النوم بالمكياج، حتى يمكن التعامل مع أطفالنا بأي شيء بعملية التنظيف أو شيء، حتى استخدام مواد التنظيف أحيانا صحيح بشكل كتير كبير ممكن يأذي إيدينا، ممكن يأذي البشرة. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع دكتورتنا الاختصاصية الجلدية الدكتورة هالة الحوش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وصباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا اليوم. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش معك، يمكن في كتير هلا بما أنه كنا قبل شوي عم نحكي عن المدارس والأطفال وهيك، فحنروح لأول شيء بخص شوي المدارس. مع بدء العامل الدراسي بتبلش الأم لحتى تخاف يعني على أولادها أنه يلقطوا فيروسات أو يصير معهم شيء، بتكتر أنواع المنظفات اللي موجودة معهم، من الجيل المعقم للإيدين للكحول للمحارم المعطرة لا لا لا. هل هي كلياتها تعطي تأثير إيجابي وما إلى تأثير سلبي، وكيف لازم تتعامل الأم مع هذا النوع؟ يعني بدها تعقم وتحافظ على النظافة بس ما يصير في شيء زيادة عن حده مثل ما بنقول. هلأ ما في شيء نحن بنستخدمه لحتى نحمي حالنا أو لوقايتنا من كثير من الأمراض إلا ما بيكون له تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها إذا نحن استخدمناه بطرق خاطئة أو بطرق غير مدروسة. مثل ما تفضلتي وحكيتي، هلأ الأمهات بيبقوا بالعادة هلأ مع بداية الفصل الدراسي بصيروا بيخافوا من أولادهم أنه يلقطوا عدوى جرثومية فيروسية، تواليل أمل، بعض أنواع الفطور رشح. تماماً الجريب، فبصير بقى كتير أنه بتقوله لأبنها مثلاً أنه بدل مثلاً هن في بعض أنماط مثلاً المدارس أو شيء، مثلاً الطفل بيكون كتير صغير يعني ما رح يعرف هو كتير يهتم بحاله أو يدير باله أو ينزل يغسل إيديه كتير منيح بالمي والصابون، فمثلاً بتستبدلها الأم بتقول له خد معك مثلاً التيشو أو المحارم المعطرة وأنه كل شوي أنت نظف إيديك فيها. أو هن حتى السيدات أحياناً ما بيكون عندهم هن كتير الوقت الكافي، فبتصير هي بقى تنظف ابنها بالمحارم المعطرة، وخاصة هلأ أو بالأحرى بتصير
بتصير بتحممه وبتمسحه من فوق لتحت. صح. وخاصة لما بتصير الدنيا شتاء والجو بصير أبرد والمي الدافية بتصير بقى قليلة، وخاصة اللي عندهم بيبيات صغار فما بصير عندها كتير وقت، فبتصير إنه دغري بتمسح بالمحارم. هلا هي المحارم انت لما تستخدميها لفترات كتير محدوده، كنتي مثلا برا البيت فتره طويله، سفر، يعني انه فتره مره مرتين مضطره، بس ما بصير انت بشكل دائم تستخدميهم. هي بتتكون التيشو هي من مواد كيماويه، هي من مشتقات نفطيه، كمان هي مضاف عليها بعض انواع المعطرات الكحول، هي بتغير من الفلورا الطبيعيه يعني من الجراثيم، من التوازن الطبيعي للجراثيم الموجوده على سطح الجسم، فبصير وخاصة أنه بشرة الطفل كتير حساسة ورقيقة، فبصير معرض أكثر للعدوى الجرثومية والفطرية والفيروسية أكثر من غيره. بدأ ما يستفيد بينضر. تماما. إضافة لمشكلة الإكزيما والحساسية اللي بتصير، يعني البشرة هون أنت كتير رقيقة، فبصير الطفل معرض أكثر للإكزيما، معرض أكثر لمشاكل الحمار التخريش من هالمحارم. هلأ المواد المعطرة الموجودة فيها لحتى تعطينا هالريحة الحلوة وتروح مثلا ريحة العرق أو مفرزات الجسم، نفسها لما بتستخدمها الأم للبيبي الصغير وخاصة لوشه وحول فوهات الأنف بيعرضوا أكثر لمشاكل الربو والحساسية الصدرية، وهي بجوز ما عم تعرف ليه. مثلا تقول لك انه ابني زادت عنده هي الهجمات او بلش يتحسس اكثر، بلش يصير عنده مثلا سيلان انف، هي المشاكل وهي ما عم تعرف انه سببها هدول المحارم. حتى في بعض الدراسات الحديثه بتقول لك، بعض الدراسات والمراجع الجديده بتقول لك انه ترتبط هي المحارم المعطره حتى بحالات الحساسيه الغذائيه عند الاطفال الصغار، انه هي بتاهب انه يصير في نحن عندنا اضداد مناعيه بالجسم، ويصير الطفل اكثر معرض لمشاكل اضطرابات الهضميه والحساسيه الغذائيه. هي احدث الدراسات يعني العلميه بهذا المجال. تماما. خلينا هلا نروح من عالم الطفل، هلا دورنا نحن سلمى. صح. نحكي كثير صبايا وفي كثير اخطاء شائعه بمارسوها لبشرتهم. اول شيء ممكن تكون طريقه الميك اب الخاطئه، التعرض للشمس او النومه بالميك اب بدون ازالته، ممكن هذا الشيء يتكرر. قديش هذا معنه عوامل سلبيه؟ هذا عم يتكرر معنا كلنا. هلا بس بحب خبركم انه نحن كل يوم بننام فيه والميك اب على وجوهنا بكلف البشره 7 ايام لحتى ترجع ترمم نفسها وتتخلص من هالجذور الحره المؤكسده. أنا سمعت. انت سمعتي المؤكسده والضاره. سمعنا الحديث من الدكتوره يعني لاكثر من مره بنبهتنا عليه. كل يوم بننام فيه بالميك اب، فانت بكلف بشرتك 7 ايام لتترمم، فما بالك بانه هالعاده عندهم اياها بشكل كتير دائم ودائما بيناموا الميك اب على وجوههم. هلا الميك اب قد ما كان من براندات مهمه وفيه مثلا خلاصات عشبيه وفيتامينز وواقيات شمس، بالنهايه هي مواد كيماويه بيكون فيها مثلا مركبات مثل السيليكون بتسد المسام، ما بتخلي البشره تتنفس، ما بتسمح لها انه تفرز هالمفرزات الدهنيه، خلينا نقول اللي هي ضروريه لترطيب البشره. مع الوقت بتلاقي السيدة انه بشرتها صارت باهتة، ما فيها نضارة، صاروا المسامات عندها أوسع، صار في تعب، صار عندها زقانات صارت أكثر. بعض أنواع حب الشباب بيكون مرتبطة باستخدام الميك اب وانه نحن عم ننام فيه فترات كتير طويلة. الميك اب بكسر ألياف الكولاجين فبيعملنا شيخوخة جدا مبكرة وبزيد من التجاعيد اللي هي اوريدي موجودة، فبترك تأثيرات كتير سلبية على الجلد. وقامت بتلاحظها السيدة على المدى البعيد بعد سنين كتير طويلة، هي بتلاقي انه هي فعلا اذا بتقارن حالها بأقرانها لنفس عمرها واللي هن بيهتموا بصحتهم وبجلدتهم وبيخففوا كتير من هالمواد الكيماوية، بتلاقي حالها انه هي مبينة اكبر منهم بسنين اكتر، بشرتها مانا صحية، عندها كتير مثلا بقع، تباين لوني يعني لون الوش مو كله مثل بعضه، يعني اماكن افتح من اماكن المتاج. تماما. يعني بين انه بشرتها مرهقه ومتعبه واكبر من العمر مبينه بالنسبه للي بيكونوا بنفس عمره. انت مع انه تنظيف البشره، في اشخاص بيقولوا انه بنحط سيروم او هلا كثير عم يتبعوها او مرطب، في ناس بتقول لك لا لازم البشره ترتاح من كل شيء، اي الافضل؟ هلا دائما نحن لازم ننظف الميك اب باي مزيل ميك اب موجود عندك بالبيت ضروري. بعد ما ننظف الميك اب بمزيل الميك اب ضروري نحن نغسل، لازم وراه يكون في غسول لحتى نضمن انه ما ضل بقى في على الجلد ولا اي شيء من هالمواد موجوده على الجلد. هلا الاهتمام بقى روتين العنايه
كل سيدة لازم يكون عندها روتين سكين كير يومي خاص فيها حسب نوع بشرتها، سواء كانت جافة ولا مختلطة ولا دهنية، وهي اللي بتختاره. ممكن تختار سيرومات، كريمات، واقي الشمس حتما يعني لازم يكون موجود بكل روتين عناية يومي. ومثل ما حكينا نحن انه كل انواع مثلا الكريمات والسيرومات الغنية مثلا بفيتامين اي، ما بيمنعوا ترطيب البشرة بالليل. تماما، هدول كتير ضروريين، بيرطبوا البشرة، بكونوا كولاجين جديد، مضادات اكسدة، بفتحوها، توحيد لون، وباخر الشيخوخة لسنين كتير طويلة لقدام. دكتورة، هلا يمكن هلا بالفترة الاخيرة ومع انتشار طبعا الدعايات والاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، صارت كل سيدة او صبية بتفتح بتلاقي 100 اعلان لمستحضر تجميل وطبي، وكله بيكتب لك هاي العناوين البراقه تبع استخدمي هي، انا استخدمتها باسبوع صار وشي ما في احلى منه، واللي بدها تعرف كيف بدها تتخلص من دون بوتوكس ومن دون فيلر ومن دون بعطيكي كل شيء طبيعي وكذا. صرنا عم نشوف استخدام بعض المواد المقشره اللي هي طبيه وعاده لا تستخدم للاشخاص العاديين مثل ريتان وغيرها من المواد اللي هي صارت بعض الماركات عم تنزل على النت، انه استخدمي هذا كل يوم بصير وشك ما في احلى منه. طب انا بقدر استخدم هيك شيء من دون ما يكون عندي وصفه طبيه او عندي مثلا انواع من الحبوب اللي هي الغائره، انا بحاجه لقشر طبقات من الجلد، هل هذا الشيء صحيح برايك؟ هلا هو اكبر غلط بيراجعنا بالعيادات وبشكل يومي الصبايا اللي بيستخدموا الريتان بس مشان ياخذوا نضاره للبشره. هو اكبر غلط ممكن انه يعملوه. اول شيء الريتان هو مشتق من فيتامين هو اسمه التجاري ريتان، هو دواء جدا فعال بعلاج حب الشباب العقيدي الكيسي او حب الشباب اللي ما استجاب للعلاجات الاخرى، سواء كانت صادات اللي بتكون حبوب كبيره ولا اثار عقيدات تقريبا اثارات تماما، او حب الشباب اللي فيه كثير سكارز ندبات، او اللي ما استجاب للعلاجات الاخرى الفمويه مثل الصادات الحيويه او الموضعيه، او الناس اللي عندهم كثير زؤانات. كمان هو له استطبابات لعلاج امراض اخرى بالامراض الجلديه اخرى. هو الدواء بيخفف كثير من افراز الغدد الدهنيه، فبيخفف من الدهون، فكثير ناس اللي بشرتهم دهنيه فبيقولوا وما عندهم اي مشكله ثانيه، فبيفكروا انه اذا هن اخذوا الريتان لفتره هن رح يتخلصوا تماما. يعني هلا مع بدايه فصل الشتاء بالشهر العاشر وال11 كثير صبايا بيجيبوه هن لحالهم بدون وصفه طبيه، انه انا بدي قشر بشرتي بعد الشغلات اللي تعرضت لها بالصيف. تماما، هو هذا اكبر غلط. نحن عم نحكي انه هو وين يعني له استطبابات معينه بتاخذ بتراكيز معينه تبعا لوزن الجسم، مو كيف ما كان. يعني انت ما فيك تاخذي والله جرعه 10 ولا 20، بيعمل تقشير. وهو الدواء له تاثيرات جانبيه قد تكون جدا خطيره اذا ما استخدم بالاستطباب الصح تحت مراقبه طبيه. في تحاليل دمويه معينه نحن بنطلبها من المريض بشكل دوري وشهري لحتى نتاكد من سلامه بعض الاعضاء، لانه هو دواء ممكن يعمل لك مع الوقت ارتفاع بخمائر الكبد، ارتفاع بالشحوم والكوليسترول، اضافه لارتفاع سكر الدم، بيعمل لك جفاف بالجلد والاغشيه المخاطيه، فبتلاقي كل اللي بياخذوه مثلا صار عندهم تساقط شعر بعد فتره، صار عندهم جفاف حتى بالعيون بالشفاف، يعني تلاقيها هي علامه واضحه للي بياخذوا، تلاقي كلهم شفاف صار كثير ناشف. الجفاف حسب كل شخص طبيعه بشرته ولا هو هيك طبيعه الجفاف؟ عند معظم الاشخاص يعني هو احد تاثيراته الجانبيه واللي هي شائعه جدا واللي بتظهر عند معظم اللي بياخذوه. اضافه للتاثيرات ممكن يكون هو مثلا مشوه للاجنه، مثلا المريضه اللي بدها تاخذه ما لازم تكون حامل خلال فتره العلاج ولا بعد انتهاء الدواء لشهر، لانه هو بيتخزن بالنسيج الشحمي فبيضل موجود بالجسم حتى لما انت بتوقفيه. يعني انت مثلا وقفتيه هلا هو بيضل بجسمك ممكن شهر شهرين ثلاثه لحد 6 شهور حسب انت قديش عندك سماكه النسيج الشحمي الموجوده بالبطن بالخواصر بالورك، ممكن ياثر على تماما أثر. فنحن دائما بنقلها للسيدة قبل ما تاخدي بشهر لازم تعمل اختبار حمل يطلع سلبي، وخلال فترة علاجك ويفضل بعد ما توقفي بشهرين حتى تكوني بالسيف سايد تعمل اختبار حمل ولازم يطلع سلبي، بده وسيلتين منع حمل،
هو بيأثر على موانع الحمل الفموية، فلازم السيدة تستخدم وسيلتين، يعني هي وزوجها يفضل خلال فترة العلاج مشان ما يصير نحن عندنا حمل بالغلط تضطر لإجهاض. أساساً هو بيعمل إسقاطات متكررة ومشوه للأجنة مثبت يعني، فهو دواء منه دواء سليم إذا ما له استطباق وبده متابعة طبية. فنحن دايماً مننوه ومنأكد أنه الريتان ما بيتاخد مشان نضارة البشرة، هو دواء له استطباب لأمراض معينة وبده متابعة طبية. حتى يعني إذا كان في تصبغات بالبشرة ما بتستفيد البشرة وقت أخذته هون لهذا الريتان؟ هلا علاج التصبغات، علاجه الأساسي علاج التصبغات متنوع حسب شو هي، حسب عمقها، حسب انتشارها. ممكن انت تعملي جلسات تقشير موضعيه، ممكن تضطري لاجهزه تقشير بالليزر بس ما روح تماما. هو منيح مثلا الناس اللي بشرتهم قابله انه تعمل سكارز، ندبات بخففها كثير، مثل ما حكينا بعض انواع الزؤانات اللي عم تكون معنده كبيره من تشرى حب الشباب العقيدي الحطاطي اللي ما عم يستجيب لعلاجات ثانيه. احنا ما بناخذه طريقة عشوائية بس لأنه أنا عندي بقعة صغيرة ولا عندي شوية مسامات أو بشرتي دهنية زيادة عن اللزوم. صحيح. ومننوه على قصة الحمل كمان في شغلة نحكي فيها، أنه المريضة اللي بتاخذ ريتان ما بصير تتبرع بالدم. كمان هي نقطة دايما مننوه عنها مشان هي ما ياخدوا الدم وينقلوه لمريضة تانية تكون هي حامل وما نعرفان. صحيح. دكتورة بالفترة الأخيرة كمان صرنا عم نشوف بعض دعايات لإعلانات اللي هي العناية بالبشرة، أو أنه مثلا واحد راح يقشر أو يعمل عناية بالبشرة جلسة هي متعددة 5-6 مراحل، كل مرحلة مثلا في نوع من أنواع الأشعة بتنحط على الوجه، حمراء زرقاء ما بعرف ألوان متعددة، وبيحطوا مواد، إنه هذا كلياته لا نوع من أنواع العناية المختلفة اللي بتعطي نضارة. في أسئلة كتير الناس بتسألها، يا ترى هي الأشعة هل لها تأثيرات جانبية؟ هل أنا لازم اكتفي بالأساليب التقليدية اللي كانت سابقاً المنظفات وما إلى ذلك، ولا لا هي الأشعة سليمة؟ كمان حتى اللي بيستخدموا شيء للأظافر، يعني كمان هلأ من جديد صرنا نسمع أنه في دراسات تجرى حالياً حول نوعية الأشعة المجففة للمواد اللي توضع على الأظافر أنه مؤدية للسرطان أو لا، فشو رأيك بالموضوع؟ مزبوط. هلأ نظراً لضيق وقتنا كلنا وأنه منظر الأظافر لما عم تكون معمولة بالجليش، يعني أنه السيدة مثلاً ترتاح حافظ فترة طويلة عليهم، منظرهم ممكن أنه يكون أنيق أكثر خلينا نقول جمالياً. تمام. بس بالمقابل أنه نحن هاي المواد اللي عم تنحط على الأظافر لفترات كتير طويلة طبعاً إلا تأثيرات جانبية وسيئة جداً يعني على المدى البعيد. تلاقي أنت بعد فترة أنه ضفرك الأساسي متكسر، صار رقيق أكثر، هش أكثر، بتكسر أكثر. مثلاً الصبية اللي عم تعمل لك اللحمية، نحن لا تنسي أنه هي الجليدة، هي الطبقة هي الموجودة هون، هي لتحمي هالضفر هذا أو نهاية خلينا نقول نهايته، أنه لتحميها مشان ما تكون مدخل لفيروسات أو جراثيم، لفطور لجراثيم. أنت ممكن مثلا تأخذ هي جزء أكثر من المفروض أنه هي تأخذه، وأنه أنت تأهبي لأنه يصير عندك مثلا داحس مزمن أو أنه إنتان فطري على المدى البعيد ممكن أنك تشوفي المواد نفسها. ممكن أنه هي تحسسك، كتير في ناس مثلا بتقلك أنه أنا بعد ما عملت الجلسة صار عندي حمامة، ورم، حكة، إكزيما. هلأ الأشعة هي بحد ذاتها اللي بيستخدموها للتنشيف هي أشعة منا مدروسة، وأثبتت الدراسات الحديثة أنه هي بتسبب أذية بDNA الخلايا بنسبة 20%. يعني أنت كل مرة بتفوتي فيها إيديكي ولو لفترة كتير بسيطة بالجهاز وبتطلعيهم، فأنت عم تعرضيهم لهي الأشعة UVA والUVB. فهي نفس الأشعة حتى اللي تستخدم حتى تعمل تان سولاريوم، كلها هي بالنهاية مسرطنة على المدى البعيد إلى تأثيرات الجانبية بنسبة 20%، بتعمل أذية بDNA الخلية، وهذا الشيء مع السنين طويلة لقدام مؤهب لسرطانات الجلد بأشكالها، لأنه أنت هون صرتي تعرض مباشر ومتكرر وعلى مدى سنين. الشغلة الثانية أنه هو بيأهب لشيخوخة كتير مبكرة بالبشرة وبالإيدين، أنت عم تعرضيها لهالأشعة بشكل متكرر، عم تكسري ألياف الكولاجين والإلاستين، فأنت بتلاقي أنه إيديكي بعد 10 سنين فصار فيهم شيخوخة كتير مبكرة، جلدتك صارت رقيقة أكتر، الأوعية الدموية فيها صارت ظاهرة أكتر. عداك عن مشاكل التصبغات والبقع، كتير في ناس بيشكوا أنه أنا بعد فترة صاروا مثلا إيدي أغمق،
صبغوا أكثر، بس عم تلاقي بأعمار فوق الخمسين صار عندها مثل البقع بقى شيخية أو ضيائية، يعني صارت واضحة أكثر وعم تظهر لها بشكل أكثر من العادة. فأكيد كلهم لهم تأثيراتهم الجانبية، ومثل ما حكينا الدراسات الحديثة بتقلك إنه هن بيأهب لسرطان جلد وبيخرب 20% من دي إن إيه الخلايا بكل مرة نتعرض فيها نحنا لهالأشعة. أكيد للأسف كلنا عم نتعرض يعني تماماً. حتى الليزر دكتورة له علاقة بهذا الشيء؟ له كمان تأثيرات سلبية على المدى البعيد؟ ليزرات إزالة الأشعار هلأ يعني هلأ ليزر نمط عم تستخدم به كثرة. نمط الأشعة المستخدمة بأجهزة ليزر إزالة الأشعار أخذ FDA يعني موافقة منظمة الغذاء والدواء العالمية. هي إلى تارجت معين، بتدمر فقط ميلانين الموجود بجريب الشعرة إلى اختراق معين للجلد، هي ما بتفوت للطبقات العميقة، وهي مختلفة عن نمط الأشعة UVA والUVB الموجودة بأشعة الشمس. هي تماما نمط آخر من الأشعة ومن أطوال الموجة، أو أحيانا بيكون التارجت تبع الأوعية الدموية الدقيقة اللي موجودة حسب كل ليزر اللي احنا لشو بنستخدمه، يعني لشو نوع استطبابه لتصبغات لأوعية لإزالة الأشعة. بس فينا نقول إنها ما لقيت تأثيرات من الشركات العالمية المدروسة الأخدة FDA. طبعا هي أجهزة مدروسة السيفتي تبعها والأمان تبعها لسنين لقدام، وما إلا أبدا أي سايد إفكت طبعا إذا استخدمت باليد الخبيرة وتحت طبعاً إشراف طبي، لحتى كل سيدة ينحط لها العيارات اللي بتناسب جسمها ولون بشرتها. أكيد. بس كل العموم كل هدول الأشعة بتأثر على الحمل، لهيك بيقولوا دائما طبعاً أنه السيدة اللي حامل ما بتعمل لا لأظافرة ولا بتعمل حتى جلسات ليزر. طبعا لأنه الحمل بحد ذاته هو حالة خاصة، والسيدة الحامل طبعا بتكون معرضة أكثر من غيرها لمشاكل ولاختلاطات، وأنت حتى لو كان مثلاً هذا الشيء مثبت فعاليته أنه هو آمن أثناء الحمل، فأنت دايماً بتصير المريضة يفضل أنه ما تعمل شيء خلال الحمل، فبتصير إذا بصير معها لا سمح الله أي مشكلة فيها دايماً بتربطها أنه بسبب الشيء اللي أنا عملته حتى لو كان علمياً مثبت فعاليته. وارتكاز الأجسام يختلف من جسم لآخر، يعني ممكن سيدة تعمل هيدا الشيء وما يصير معها تأثير جانبي، وغيرها طبق نفس الإجراء بنفس التركيز بنفس اليد الخبيرة ويصير مع اختلاطات. يعني بالنهاية بالطب ما في واحد زائد واحد يساوي اثنين، استجابة الأجسام تختلف من جسم لآخر، المناعة، التغذية، الوراثة، الجينات طبعا، نمط الحياة بيفرق بين شخص وآخر. أكيد أكيد دكتورة. هلا هيك بدنا نصائح أخيرة منك هيك هيك بلمحة سريعة يعني للأمهات كيف يتعاملوا مع أطفالهم، لأن إحنا كيف نتعامل مع بشرتنا هيك بشكل سريع. هلأ لكل حدا فينا ضروري نحن نهتم بجلدتنا وبشرتنا مشان نحن نأخر شيخوختنا لسنين لقدام، بس نحن دايما لازم بس نحن دايما لازم نستخدم منتجات العناية اللي بتناسب جلدتنا تحت إشراف طبي، ما نلحق الدعايات العشوائية. في أخطاء كتير شائعة ما بصير نحن مثلا إذا رفيقتي استخدمت هذا الشيء فهو بيناسبني أنا فيني طبعاً أني استخدمه، فمنرجع منقول نحن ضروري كل حدا فينا يهتم بحاله، نحاول نأخر هالشيخوخة قدر الإمكان لقدام، نعالج المشاكل اللي هي أوريدي موجودة، بس مثل ما حكينا ضمن تحت إشراف طبي وضمن الأشياء المثبتة سلامتها وفعاليتها على المدى البعيد. أكيد. بالختام نشكرك دكتورة هلا وعلى كل المعلومات اللي دائما بتغني صباحنا فيها. شكرا لك. شكرا كثير لك وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. سعد صباحكم. هلا سلمى خلصت حلقتنا لليوم، هيك بنهاية حلقتنا بنتمنى لكم بقية نهار كثير حلو والابتسامة الدائمة على وجوهكم، وأيضا لقاء الأشخاص الإيجابيين والكلمة الحلوة اللي بنبقى بتمضي نهارنا هيك بابتسامة وطاقة إيجابية. ابتسموا، ما في شيء مستاهل قد ما كانت الظروف الصعبة، ابتسموا يومنا عم يمرق، نزعلنا ونرضينا، تبقوا بألف خير. باي باي. أكيد ليلى مثل ما قلتي اليوم بيمرق، فخليه يمرق ونحن مرتاحين شوي وما نكون نزيد نزيد على حالنا مثل ما بيقولوا، وبنتمنى للكل التوفيق والرزق. طبعا بكرة رح تكون حلقة خاصة مثل العادة من صباحنا غير مع أهم المحطات اللي مرقت خلال الأسبوع، وأكيد رح تنزل مقتطفات من حلقة اليوم مع ضيوفنا على صفحة الإخبارية السورية وصفحة صباحنا غير. نحن دائما جاهزين لنناقش أي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا إذا راسلتونا على صفحتنا. ضلوا بألف خير. باي باي.